الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أيها الأفاضل، ما زلنا في رياض قصص الأنبياء، ونبينا اليوم هو كليم الله موسى. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ويرجع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا يعقوب وإسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ولد سيدنا موسى عليه السلام في ذروة ظلم فرعون لبني إسرائيل. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فيعني شاع بين بني إسرائيل أن الله سيبعث من نسل إبراهيم نبيا يكون هلاك ملك مصر اللي هو فرعون على يد هذا الصبي. فوصل الخبر إلى فرعون فأمر بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. قال لهم: أي وليد غيتزاد في هذه السنة ويكون بني إسرائيل خاصو يتذبح. علاش؟ لأنه سبق إلى علمه من خلال الأقوال التي وصلت بأنه يعني سيكون دماره ودمار حكمه على يد هذا الصبي الذي سيكون هو نبي الله موسى. فقد أذن الله تعالى بولادة موسى فأخفت والدته حملها. يعني مني كانت حملة به هذيك السنة كانت عارفة أنه شاع الخبر بأنه أي دري غيتزاد غادي تقتل، فخفات على أنه يشوفوه الناس. وبقيت كذلك أي حاملة بسيدنا موسى ومتخفية إلى أن ولدته ووضعته. فألهمها الله سبحانه وتعالى، أي أوحى الله تعالى إليها أن ترضعه وتشبعه، يعني من الرضاعة، ثم تضعه في تابوت. فتضعه في تابوت صغير وتلقي به في النيل لواحد الواد له معروف يعني في مصر. فقال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفتي يشدوه ويقتلوه يعني فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني إن شاء الله بعد ما غترمي به غادي نرجعوا لك إن شاء الله، وهذا ما سنرى في هذه الحلقة وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله، وسيكون من المرسلين أي من الأنبياء الذين يوحى إليهم. ودفعت الأمواج بسيدنا موسى إلى جانب قصر فرعون، فالتقطته الجواري، أي التابوت، التقطته الجواري وأخذته إلى سيدتهن. شكون؟ آسية امرأة فرعون، فأحبته حبا شديدا. سبحان الله العظيم، الله عز وجل زرع في قلبها حب ذاك الصبي، في المقابل زوجها يأمر أن يقتل كل من يولد بني إسرائيل. وطلبت من زوجها فرعون، ويقال بأن فرعون كان يحبه حبا شديدا، أي زوجته آسيا، فتوسلت إليه بأن لا يقتل هذا الصبي. وصور القرآن هذا المشهد فقال سبحانه: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أصبح قرة عين لها، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سبحان الله العظيم. فبدأ فرعون وزوجته بالبحث عن مرضعة، هل وليد كاين؟ ولكن خاص واحد بعد ما قنعته وشدوا وما قتلوش، الآن يبحثون عن من ترضعوه. فأصبحوا يبحثون عن المرضعة، فكلما يأتون له بمرضعة لا يقبل تديها، ويعني لا يسكت عن البكاء. فانطلقت الجواري يعني في الأسواق يعني وينادينا يعني ويبحثنا عمن ترضع هذا الصبي. وفي المقابل أم موسى أرسلت أخته كلثوم لتتبع أثر موسى عليه السلام. فالتقت بالجواري في السوق فقالت لهن: إن هناك امرأة يمكنها أن ترضع هذا الإبن. فأتت به إلى أم موسى وهم لا يشعرون. سبحان الله العظيم. فلما وضعوا موسى أمامها، سبحان الله العظيم، ترامى على ثدي هذه المرأة التي أمه وهم لا يشعرون، فرضع منها فحتى شبع. فاقترحوا عليها أن تأتي إلى القصر وترضعه وتكون يعني معززة مكرمة، ولكن أبت. قالت لهم بأن لها زوج وأولاد فلا يمكن أن تفارقهم، فليأتوا به إليها ويتركوه معها. فقبلوا. سبحان الله العظيم. بعدما رمته
الله عز وجل بعدما وعدها بأن يعيده إليها، ففعلا الله عز وجل أعاده إليها. سنحاول أحبتي الكرام في الحلقة المقبلة أن نتكلم عن قصة موسى كذلك، يعني عندما رحل إلى مدين والتقى الجاريتين وبداية نزول الدعوة والرسالة عليه. فنسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم على نهج هؤلاء الأنبياء الصادقين. وإلى حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.